سنستمع وإياكم الآن إلى رأي مواطن من بابل بشأن حملة مكافحة الفساد الحكومية المعلن عنها مؤخرا، والتي رأى فيها أن القانون مطبق فقط على الفقير. وقال أيضا إن هذا الإعلان إعلان دعائي وغايته الاستهلاك الإعلامي. شوف أبو الصحب أبو بابل ماخذيه برا فترة مطلعيه، أبو البلدية ماخذيه برا فترة مطلعيه، شنو؟ شغل أحزاب هاي، شغل أحزاب. ليش القانون يطبق بس على الفقير؟ هاي الوزراء يوم من الأيام من هذا الباقوا المليارات، أكو واحد إجا طلعهم بالشاشة أمام الشعب وحاسبهم وحاكمهم؟ ما يقدرون، لأن القاضي ما يقدر يحاكمهم، بنفس اليوم يقتلوه. نفس اليوم بس يطلع من المحكمة يقتلوه. زين؟ فالقانون مطبق بس على الفقير، يطلعوا لي هذول الإرهاب، والله هذا بايق، هذا كاتل، هذا مزور، بس مو هذول يبوقون علني، الوزراء هذول يبوقون علني، إلى متى نبقى هيك؟ مو ياكلون لك بس الفقير. العالم مجاعة نايمة بالشوارع، ماكو مسكن لهم، ماكو خبزة لهم. شلون يصير هاي؟ وين صايرة؟ وين دايرة؟ بيا قانون مو قلنا كنا قبل نحكي على الظالم، الظالم الى متى يعني؟ هذاك الظالم راح، مو هذول هسه جونا حكومه شيعه مو يحشون بالدين؟ وين الدين؟ باقونا نهبونا جوعونا فسدوا الشعب، ايش خلوا بالشعب؟ ايش خلوا؟ ايش خلوا؟ انا من الناس هسه صاحب جهال ثلاثه قاعد صار لي 4 أشهر وقاعد اجار وشبر قاع ما عندي قاتلني الجوع. إلى متى نبقى؟ إلى متى؟ والله شغل أحزاب، الأحزاب هذول وين كانوا قبل؟ شو كان بس حزب واحد؟ وين كانوا؟ منين طلعوا هذول الأحزاب؟